نساتي سادتي، تحية طيبة اينما كنتم. فيفا موبايل بيتا، الموضوع بدأ يتكرر بداية من العام الماضي بنزول لعبة فيفا موبايل بيتا 2022، وكان عند بعض الناس الموضوع بالنسبة لهم كان جديد وغريب، وكان فيه تساؤلات كتيرة، هل اللعبة دي منفصلة عن لعبة فيفا الأصلية؟ لكن الحكاية في الموضوع، وده يمكن في بعض الناس ما تعرفش، إن فيفا بتعمل تحديث كل سنة، لكن قبل نزول اللعبة الرسمي بحوالي 3 أشهر بيكون فيه نسخة تجريبية للنسخة الجديدة اللي هتنزل في العام الجديد. في ناس كتير قوي تعرف الكلام ده، لكن في ناس ما تعرف الموضوع ده. دلوقتي اقدم لكم لعبة فيفا موبايل 2023 النسخة البيتا اللي هتنزل ان شاء الله العام الجديد. هقول لكم ازاي تحملوا اللعبة، ازاي تثبتوها على الموبايل، وازاي ان انت تقدر تغير الاعدادات بتلعب اللعبة بكل سهولة. على هذا التصدي لفرصة كانت خطيرة جدا. نقول الاول بقى الحاجات المهمه. في الاول كنت لما تحمل اللعبه بيبدا يطلب منك تاريخ ميلادك، بتكتب تاريخ ميلادك، بعد كده بيخليك تحمل حوالي 100 ميجا بس. وبنفس طريقه نسخه 2022 برضو بتخش قصر، بتخش زائر، مفيش طبعا اللي انت تقدر تكتب ايميل عشان خاطر تسجل في اللعبه، بتخش زائر فقط. ممكن تلاقي حاجه بسيطه كده تضايقك في اللعبه، زي مثلا سرعه الاستجابه لما تيجي تضغط على اي حاجه، وده طبعا ضغط على الشبكه لان النسخه لسه بيتا. وفي حاجة تانية برضو، ان ممكن اللعبة لو انت سبت الموبايل بدون اي لمس اي حاجة فيه، الشاشة بتخرج اوتوماتيك على الشاشة الرئيسية بتاع الخاص بالموبايل عندك، فمفيش وضع تثبيت للشاشة تقريبا لسه في اللعبة دي، او ممكن انت تظبطها من اعدادات الهاتف عندك. انت طبعا محدد عندك اطفاء الشاشة لمدة 15 ثانية او دقيقة او كده، انت حاول ان انت تظبط الاعدادات ديت، عشان انت مجرد ما لمستش اي حاجة في الشاشة فاللعبة بتطلع على الشاشة الرئيسية، فده حاجة برضو انا لاحظتها في اللعبة. وبنفس طريقة لعبة فيفا برضو في الاعدادات بتقدر تغير اللوجو والاموشن والجرافيك والصوت، وطبعا تقدر تغير اللغة للغة العربية، وتقدر كمان تغير لغة التعليق للغة العربية زي النسخة اللي فاتت بالظبط. ونيجي بقى لأهم حاجة، وهي تحميل اللعبة. ازاي تحمل اللعبة دي من جوجل بلاي؟ اللعبة دي متوفرة على دولتين، الهند وكندا، فانت لازم اول حاجة تعملها اللي انت تغير سيرفر جوجل بلاي على اي دولة من الاثنين، سواء كان الهند او كندا. وبعد ما تغير سيرفر جوجل بلاي لاي كان بقى، سواء كان كندا او الهند، فانا هسيب لك رابط، مجرد ما انت بتدخل عليه بيدخلك على طول على جوجل بلاي بدون ما تفضل تعمل بحث. الرابط هسيبه لكم تحت في الوصف اسفل الفيديو باذن الله. وفي النهايه يا شباب، عشان خاطر برضو ما اطولش عليكم الفيديو، هنسيب لكم رابط الفيديو زي ما قلت لكم في الوصف اسفل الفيديو. لو في اي حاجه في اللعبه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هجاوب عليكم على طول. دي كانت اخر حاجه يا شباب، استمتعوا بقى باللعبه، اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتيره جدا. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. سلام. كانت رائعه، اوه من بعيد حطها في المرمى، هدف لا يصد ولا يرد. الله على السلاح البلجيكي. الله.